يو جايز، صباح بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لويت نقول لك الا عندك شي سؤال على يوكان دوت شوب ولا ماروك.com حطوه هنايا لتحت وانا غادي نجاوب عليه الساعه الجايه. غادي نجلس قبل ما ننعس نجاوب على الاسئله. يلا ليتس جو. امتى اتعاود تحل المنصه؟ المنصه خويا حاليا راه محلوله، الا درتي www.youcan.shop غتلقاها محلوله و ديري بدا الان وتوكل على الله. كنا زدتينا من نهار 14 علاقتي كان واحد الضغط كبير حتى نهار 20، ولكن 20 مع 5 د العشيه حلين. اولا ما كنقطعوش الفلوس، تنبقاو غير كنتسالوك، يعني ملي كتشري من عند راس كنبقاو كنتسالوك، ولكن راه غادي نقطعو ملي توصل انت 5000 دولار عاد غادي نقطعو 25 دولار. بليز ما تيستيش بشي مبلغ كبير، الاخوان كيمشيو كيتيستي يشري من عند راسو 30000 درهم، لا علاش حتى تيستي ب 30000؟ بليز الاخوان في نفس السؤال، ما تيستيش تشري من عند راسك شي صوم كبيره، ما عشرات المليون كذا، تيستي بدولار جوج دولار نص دولار، تيستي شي تيستير قداك جوج. يا راه كنقاد واحد الابديت ديال شري من عند راسك شحال ما بغيتي ماشي تحسب. واهم حاجه هي كنثقوا في اي واحد كيستعمل البلاتفورم، راه فابور حتى كتبيع عاد تخلص، وحتى توصل 5000 دولار عاد تخلص 25 دولار اللي عليك، ولا تقدر توصل على رشا عاد تخلص. يعني سير هو الاول تبيع خلاص، حتى من بعد وخلصنا هنايا يسير به. حاجه اخرى الاخوان، هي المنصه كتعتمد على مبدا الثقه. في الاول كانت تثقوا فيك على 25 دولار، من وراها 25 دولار، من وراها 50 دولار، من وراها 100 دولار، كانوا ديك اللعبه ديال سير بيع سير بيع 20 مليون تسلعه باش يخلص 100 دولار اللي عليك سير، فهمتي؟ تبقى الثقه غادي وكنزيدوها في المستعمل. خويا الداتا محميه واكثر من محميه، والبروجي ما فيهش غير انا، فيه ناس كبار اللي فهمتي عندهم تاريخ في الويب المغربي، منهم محمد الغيساني، منهم السي زوير اللي كان خدام هيد ديفلوبر في ايتسي وجبناه من ايتسي، هو اللي حاليا المدير التقني ديال الشركه. المدير التقني هو السي زهير اللي جا من ايتسي، واللي له واحد الفضل كبير في هذا البروجي هذا، عنده اسم في الشركه باش ديفلوبا وصل هذا النيفو هذا، لان جاب داك النيفو باش كيديفلوبو في ايتسي جابو للمغرب وبدينا كنديفلوبو هذه البلاتفورم هذه. وكاين السي محمد الغيساني تاريخ، وملي كدوي على السي محمد الغيساني راه كدوي على سلطانه، كدوي على اليوم 24، كدوي انديريكتلي على شوف تي في، وسيتات كبار في المغرب فهمتي، بلا ما نبقى نسمي، يعني كدوي على واحد السيد تبارك الله. وفريمون ناوي نبنيو البليون دولار كامباني، فريمون الاخوان بغينا نصنعوا واحد البليون دولار كامباني اللي من وراها مغاربه، يكونوا مغاربه كاملين. وبقينا كنفكروا كيفاش، قلنا الا بغيتي تصنع بليون دولار كامباني خاص تعاون مليون ديال الناس، والهدف ديالنا هو نعاونوا مليون ديال الناس يديروا شي حاجه في الاي كوميرس ونساعدهم يديروا يبدلوا. واش الداتا محميه؟ واه فعلا محميه، كل ما كيخص الزبناء ديال السطور ديالك ما كيتمش المشاركه ديالهم مع اي جهه، وما كيتمش الاستعمال ديالهم من الشركه، هما زبناء ديالك كيخصوك نتايا، ومنوع اي واحد يقرب ليهم. لان كما قلت الاخوان الهدف هو نبنيو واحد البليون دولار كامباني، ما كايناش شي بليون دولار كامباني كتدخل في المعلومات الشخصيه، المعلومات الشخصيه ديال العملاء، يعني شكون سميتو كنيتو كذا ويتم بارطاجاهم، لا ممكن تستعملو في دي زيتود، ممكن المعلومات الشخصيه امبوسيبل تلقا تبارطاجات. ملي تيكونوا بزاف لي ستور ممكن تستعملوا في دي زيتود اللي كيتعطاو للناس صحاب ستور باش يزيدوا المبيعات ديالهم. بعدا كتقول لهم الا فكرتي تصيفط شي ايميل، هذه هي احسن وقيته فاش كيشريو عباد الله، كنلاحظوا هذه هي الوقت. مثلا بحال واحد الشركه سميتها كليك بانك، كدير واحد التقرير سنوي وكتبارطاجيه مع كاع اللي كيبيعوا في كليك بانك، كتقول لهم او تي راه هاد الدول هادو هما الطوب ديال المبيعات، هاد الدول هادو ها معايا اش كيشريو، هاد الدول هادو ها شنو كيبغيو يشريو. هادي ممكن. حاجه اخرى، راه لي كارت كريدي كاملين كتدخلوا ما كيتستوكاوش عندنا، وممنوع، وممكن توصل القضيه للحبس الا ستوكيتي لي كارت وما عندكش واحد الاجراءات، دوزتي واحد الاجراءات باش تستوكي لي كارت. لي كارت كيتستوكاو في سترايب ولتي تستوكاو في اف بي، حنا ما كنستوكيو حتى حاجه. شحال خصك باش تبدا؟ الا كنتي بناوي تبدا لي كوميرس لوكال غادي ننصحك بواحد 500 دولار ما يساوي 5000 درهم. الا كنتي باغي تبدا فيسبوك ادز دروب شيبين غتخصك واحد 5000 دولار، مع هذا الا كنتي بغيتي دير الشوطه وتشي اللي بغات قرايين بحال هكا وصافي. علاه كنصح الاخوان بلي كوميرس لوكال سواء كنتي في الجزائر، تونس، مصر، الدول العربيه عامه، الدول الافريقيه، الدول الاسيويه، كاين ما يدار في لي كوميرس لوكال. الواحد يبروفيتي انه ممكن تبدا براس مال صغير ودير فلوس. ماشي انت يا اخويا، بالمناسبه بزاف ديال الناس ما فاهمين والو، لاحظتها كيقول لي شنو اخويا كونفرشن ريت، شنو هو سي تي ار، شنو هو هذا. ماشي مشكل، جاي واحد الدوره ان شاء الله تسجل في ماروك.com، جاي واحد الدوره ان شاء الله تبدا من الزيرو حتى لواحد النيفو افونس ان شاء الله، وتقدر تبدا تجيب مبيعات. لا اخويا الشاري ممكن يخلصك بفيزا وماستر كارد واي كارد عنده اميكس حتى هي، خاص سير واش انت عندك سترايب. الا عندك سترايب ادخلوا للبلاتفورم ديال يوكان، ادخل سترايب ديالك تكونيكت عليه صافي، واي واحد بغى يشري من عندك من حقه يخلصك بلا كارت كريدي ديالو. ومبروكين. يمكن الدفع من فيزا كارد السعودية في المنصة. نعم يا أخي، أي كارد انترناشونال يمكن الدفع بها.
خويا ما روك.com واحد السيت جا كصدفه، ديجا كنا بدينا كنخدموا على يو كان من 2016. ما روك.com كندوي مع موله من 2012، ما بغاش نقص الثمن. اخر ثمن كان تيدوي فيه 760 مليون دواء، ومع ناس قبل منا منهم ياسين مصوات تاو دواء معاه. شحال من واحد دواء مع ناس قبل منا بزاف. انا شخصيا كندوي مع من 2012 يبيع، كنعطيه الثمن فهمت، تنقول ليه شوف 400 غادي تبيع ما بغاش. 2019 زير في الفلوس قبل ب 540 مليون، قلت زعم شريته ب 540 مليون، 540 الف دولار ماشي 540 مليون. الموقع شريته كان انفستيسمون في الاخر، غادي تحتاجوا شي وزاره، تحتاجوا شي شركه كبيره في المغرب، غادي تحتاجوا شي جريده، شي بروجي كبير في المغرب، احتاجوا maroc.com. انا ما زربانش من هنا 10 سنين الا بعتو حتى بمليار مليار ونص راني دوبلت فلوس راه بخير. maroc.com من هنا واحد 6 شهور 7 شهور غادي تلقاني سجيتو كتب فيه لي البائع اللي بغى يشري كونتاكتيني. انا صراحه غير maroc.com كي كتقولها كيجي بنادم كيتشطو من عنده واحد لوتوريتي طالعه صاحبي، راه سميت بلاد.com راه بزاف صح، ما عمرش شي دومين بحالو شخصيا. الدومين الرسمي راه هو youcan.shop ماشي هو maroc.com. maroc.com غير جا في ذاك الوقت هذاك السيد بغى يبيع في 2019، قلنا بغينا حتى حنا لونسي ودرنا به التيزر، وصراحه هذاك الدومين بزاف يستاهل ديك 540 الف دولار اللي حطيت فيه، راه بزاف خويا. راه ديجا كاينين بزاف ديال لي زابليكاسيون بحال ميلتي فيسبوك، لانتيغراسيون مع جوجل شيت، دوز ديريكت الاوردر ديالك لجوجل شيت بلا ما تحتاج لا زابير لا والو، بحال سكارسيتي الكاونتر سيربيشري، وجايين ان شاء الله بزاف ديال لي زابليكاسيون اللي غادي يكونوا فابور تاعو. واه خويا ونسيت الوان كليك ابسل، حتى هو راه فابور محطوط ممكن تستعملوه، راه كيسوى فلوس الا مشيتي لشي بلاتفورم اخرى، وما غاديش نسمحوا للاطراف الثالثه الناس اخرين يحطوا لي زابليكاسيون ديالهم. علاش؟ باش ما يكون حتى شي واحد لاكسي للداتا، باش الداتا تبقى محميه، باش نسدوا هذا الموضوع. خاص تعرف الا كنتي كتستعمل شوبيفاي وانستاليتي شي ابليكاسيون سوا فابور سوا كتخلصها، عندها لاكسي للداتا ديالك كامله. حنا هذا الباب بغينا نسدوا، الداتا ديالك كتبقى ديالك، حتى واحد ما غادي يقرب لها، حتى واحد ما غادي يشوفها. لي زابليكاسيون غادي نعطيهم لك فابور، سير خدم وجي خلص اللي عليك وتبارك الله عليك. ديجا حاليا في youcan.shop كاين كاع دوك لي زابليكاسيون اللي غادي تحتاج ديجا كاينين، وجايين دي زابليكاسيون اخرين في الطريق فابور، والداتا ديالك كتبقى ديالك، ما تيقرب عليك حتى واحد، وما نخليوش شي ابليكاسيون تانستال من شي جهه ثالثه وتولي عندها الداتا ديالك كامل. خويا على حسب البلاد، الا كنتي كدوي على مصر نقول لك ارامكس، كنت كدوي على عمان نقول لك البريد العماني، كنت كدوي على تايلاند نقول لك كيري. على حسب كل دوله كتلقى فيها شي شركه متميزه، شي شركه ربانه ولا جوج ولا ثلاثه. في المغرب باقي ما قادر نرشح حتى شي حاجه بالرجوله، ولكن الوسيله اللي ننصحك بها اللي كنستعملوها حنا شخصيا هو تجيب شي شخص ديالك يديليفري لك في ديك المدينه، زيد دير جوج مدن ثلاثه اربعه، راه فريمون على حسب شحال كتخلص الشركه وشحال كتخلص الشخص، راه كتخلص الشخص والو كتدخل زباله الفلوس. هاد الميساج ماشي ليك ولكن بزاف ديال الاخوه، احسن حاجه حتى هي لك انت يلاه بادي، علاش تمشي تخلص شي شركه؟ سير ديليفري راسك اصاحبي، ساكن في كازا، ساكن في الرباط، ساكن في شي مدينه كبيره، غتخرج يجيك الاوردر، اتصل بمولا كونفيرمي معاه وسير وصل براسك ودير الفلوس كامله في جيبك. شو اخويا الله بادي وعندك شي نيفو ديال ثلاثه الاوردرات 5 8 10 في النهار، وانت في مدينه كبيره وتيجوك الاوردرات من نفس المدينه اللي كتارغيتي نفس المدينه، احسن ديليفريو من راسك اخويا، ومن بعد ملي تزادو عندك الاوردرات خدم عباد الله ولا شوف شي شريك. لا اخويا ماشي مباشره، انا بعد ما تجيب المبيعه كاين جوج ديال ليكا، يا يوصل راه الشهر داكشي اللي تجمع عليك كيتخصم، يا حتى تكمل 5000 دولار، سير حتى تكمل 5000 دولار عاد ديك الساعه نقطعوا لك 25 دولار، ما كاينش سير بلاص، كاينه الثقه، سير تال من بعد واجي خلص. خويا راه الكوميرس راه هو التجاره، والاي كوميرس هو التجاره الالكترونيه. تزتير يعني بدل تمشي للمحل كتدخل الانترنت كتلقى نفس السلعه، بدل ما تمشي تشري شي حال عيبه من ديكاتلون كتدخل السيت ديالهم وكتشريها وتيجيبوها لك صافي، ما كاين حتى فرق، وانت تقول حلال ولا حرام. وهاديك الاي هي السر، وهاديك الاي هي اللي دارت الفرق. بدل ما نمشي نحل في السونتر ديال بانكوك في شي واجهه ب 30000 دولار في الشهر، غنتخبع في شي بلاصه نحط السلعه ديالي ونخسر 30000 دولار في الاشهار، والمبيعات داخله والبروجي غادي وباخر، وهنا كاين الفرق. ماشي كاع الناس في الاستطاعه ديالها 30000 دولار في الشهر، وماشي كاع الناس تقدر دير بروجيات في ارض الواقع لانها صعيب، وهنا كيجي الدور ديال الاي كوميرس. ناس عاديه ولا تقدر تبدا البروجي ديالها، لان غير في الانترنت كتبدا ما كتكري محل ما كدير والو، وهنا طرا الفرق. خويا الحل القانوني والسهل، انا كندوي معك في القانوني ما كندويش معك في داك الخوار اللي كيديروا شويه. لا القانوني هو غادي تحل واحد الشركه في اليوكي ولا واحد الشركه في امريكا ولا شركه في سنغافوره، دوك الدول المقبوله في سترايب، وغادي تحل بها سترايب عادي وغتخدم، ما كاين اللي يوقفك. يو كان اللي كتعامل معاه فين كاينه؟ كاينه في المغرب، ويو كان حل واحد الفرع اخر في الانجليز، وتستعمل داك الفرع ديالها في الانجليز حل به سترايب، وداك سترايب اللي حل هو فاش كتدخل انت لا كارت ديالك، وملي كيوصلوا داك الحد تبيع 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 كنقطعوا. عملتها مع الميو كان، غادي تلاحظ ان الثمن ديال باش كنتي كتجيب المبيع غادي يدير فت غادي ينزل، الكونفرشن ريت غادي يطلع غادي تصدم. وحاجه اخرى بغيتك تستعمل الوان كليك ابسل، ما تعقش ما تشوف شي نتائج زوينه وتزقى، زيد خدم الوان كليك ابسل غادي دير بوم
خويا الدوره ان شاء الله فيها 12 فصل، الفصل الجاي غادي تلع السيمانه الجايه الفصل رقم 1، غادي نبداو ا0 الدوره من ا0 وانت غادي السيمانه الجايه غادي تلع الفصل رقم 1 وكل سيمانه غادي يبقى يتلع فصل. كنتي مسجل في maroc.com ولا الميسنجر راه توصل جاوبك على السؤال الاول. الثمن ما عمره ما غادي يتزاد وما عمره غادي تكون اثمنه شهريه يعني ديال الاشتراك الشهري، بالعكس اللي كيميزنا هو ديك فابور سير حتى تبيع غادي يجي يخلص، ما بعتيش ما تخلصش صح، حنا تايقين فيك تسير التجبيع. ثانيا هي حل شحال ما بغيتي ديال المتاجر، خذ راحتك كامل ما كاين حتى مشكل. لا اخويا ماشي ديالي، انا عندي 15% في هذا البروجي هذا، كاين محمد الغيساني، كاين زهير بايج، كاين يونس الرفاعي، كاين بزاف الناس ما نقدرش نقول سميتهم معنا في هذا البروجي هذا، ما يبغوش سميتهم تقال، فهمتي؟ يعني انا عندي 15% في هذا البروجي هذا. واه اخويا ممكن تزيد الريفيو للبروداكت ديالك، ممكن الناس يزيدوا متاكسبتي انت ولا ما تاكسبتيش يبان داك الريفيو. المهم طريقه بسيطه ومبسطنا حنا بزاف، شوف الفيديو ديال الدوره اللي حطيت راه كاينه في اليوتيوب، وراني تنبين كيفاش كنأجوتي الريفيو بسهوله. الاخ كلشي بحال بحال، خدم دابا خلص من بعد، سواء كنتي كتخدم بالكاش اون ديليفري تيخلصوك الكليان ديالك باي بال ولا بلي كارت كريدي في سترايب، بحال بحال كيبقاو تيتجمعوا عليك الفيز حتى كتوصل 25 دولار عاد كتخلص. هاد السؤال جاوبت عليه اليوم وما درتش ميريكان، على غادي نعاود نجاوب عليه. الاخوان بلا ما تبقى تسولني على البلاد، واش خدام في اسبانيا، اوكرانيا، طاليان، فرنسا، امريكان، خدام في كاع دول العالم، فين ما كنتي ممكن تخدم بها الاخوان وبالتوفيق للجميع. واش يو كان دوت شوب ممكن نخدم فيها الدروب شيبينغ؟ كيجي هاد السؤال بزاف، ياس ممكن تخدم فيها الدروب شيبينغ، وما تنساش ما تنساش ما تنساش الوان كليك ابسيل، غادي يزيد الارباح ديالك لان المنصه كيهمها تزيد الارباح ديالك، لان فريمون هي كتربح ملي انت كتربح، دونك كتبغيك تربح. لا خويا التكاليف ما عمر ما غادي تزادوا وما عمر غادي يكونوا تكاليف شهريه، يعني سير تخدم وانت مرتاح وتا في الخدمه وركز في الخدمه والخدمه الخدمه الخدمه وفكر في تدخل الفلوس. حنا الهدف ديالنا هو نعاونوا مليون ديال الناس باش نقادوا البليون دولار كامباني ان شاء الله. انت اختي لو بغيتي تبدل اللغه راه ساهله، غادي تجي للستور هنايا غادي توركي، غتمشي لانجويج من هنايا ديري ديبليكي لهنايا لشي لونغاج وعاودي سميه تركيش، ومن وراها ديري لي ايديتي وبدلي اللغه كامله.